الفن كان ولا زال وسيظل هو الوسيلة الناجعة لنبذ العنف ولتقريب الشعوب من بعضها ولتبليغ الرسالة ولتثبيت الهوية وللحوار وللمواطنة يعني هو حوار الروح وهو الجسر اللي يربط الشعوب ببعضها. وما نتصورش حياة في الدنيا هذه بلاش فن وبلاش ثقافة. الفن والثقافة والحب هما إكسير الحياة. ما نتصورش حياة في الدنيا هذه بلاش فن، ما نتصورش حياة بلاش ثقافة، وخصوصا في الأيام هذه. وهذه رسالة نحب نبلغها لأصحاب القرار في العالم، نقول لهم حاولوا باش تقربوا الشعوب من خلال الفن، واتركوا الشعوب تعيش في تناغم وفي حب وفي تآخي من خلال الفن والثقافة. والشعوب راهي ما عندهاش مشاكل مع بعضها، وإذا كان عندكم مشاكل أنتم الكبار مقررين في هذا العالم حلوها بين بعضكم، مش على حساب الفن والثقافة وعلى حساب حياة الشعوب وعلى حساب مصير الشعوب. ويحيا الفن ويحيا الحب.